طيب بعد كده هنبدأ في السورس ترانسفورميشن. دي خاصية مهمة جدا بتسهل عليا حل المسائل بطريقة كبيرة جدا. طيب الخاصية دي بتقول ايه؟ هفكرك كده من أساسيات الدوائر. لو كان عندي خلينا نكتبها هنا كده، لما بيكون عندي فولت السورس ومقاومة على التوالي، قيمة المقاومة R والفولت السورس في S، بقدر أحولها ل current source ومقاومة على التوازي. قيمة المقاومة بتكون هي نفسها R، وقيمة الكرنت سورس بتكون قيمة الـ VS على الـ R. طيب والعكس صحيح. طبعا الكلام ده بالنسبة لي الـ Independent Source و الـ Dependent Source نفس الكلام، تمام؟ طيب العكس صحيح بقى، لو أنا كان عندي كرنت سورس ومقاومة على التوازي، قيمة الكرنت سورس اي اس وقيمة المقاومة ار، فبقدر احوله ليه؟ فولت السورس ومقاومة على التوالي، قيمة المقاومة ار زي ما هي، وقيمة السورس هتبقى اي اس مضروبة في الار، يعني هنا بضرب لكن هنا بقسم، تمام؟ طيب تعال نطبق القاعدة دي، نمسح الكلام ده ونطبق القاعدة مع بعض. تعال نطبقها على الاكزامبل ده. طيب في الاكزامبل ده عايزين نحسب قيمة الـ V node باستخدام الـ source transformation. أول حاجة عندنا هنا current source ومقاومة على التوازي. طيب نقدر نعمل إيه؟ نقدر نحولهم لـ فولت السورس، يعني خلينا أنا كده نرسم اللون ده. خلينا دلوقتي أنا هحول الجزء ده كده نرسمه باللون الأحمر. نقدر نحوله لـ فولت السورس، وخلي بالك اتجاه الفولت السورس لازم يكون في نفس اتجاه الكرنت، يعني الكرنت ماشي في الاتجاه ده يبقى سالب موجب، تمام؟ طيب ومقاومة على التوالي، قيمة الفولت السورس او الاول قيمة المقاومة هتفضل 4 زي ما هي، وقيمة الفولت السورس بتبقى حاصل ضرب قيمة الكرنت في قيمة المقاومة، يعني 3 في 4 يعني ب 12. وبعد كده هرسم باقي الدايرة زي ما هي، عندي هنا مقاومة ب 2 وهنا مقاومة ب 8 وعندي هنا مقاومة بثلاثة، وعندي هنا الفولت السورس اللي هو قيمته 12، تمام. طيب تعالى كمان نعمل سورس ترانسفورميشن للجزئية دي. الفولت السورس ده مع المقاومة دي، ده فولت السورس ومقاومة على التوالي، اقدر احولهم لايه؟ اقدر احولهم ل كرنت سورس بالشكل ده ومقاومة على التوازي، قيمة المقاومة هتفضل 3 زي ما هي، وقيمة الكرنت سورس بتبقى حاصل بتبقى بنقسم الفولت السورس على المقاومة، يعني 12 على 3 يعني فيها الأربعة، وقيمة الكرنت سورس ده هتبقى 4. وهنرسم باقي الدايرة زي ما هي، اللي هي أنا عندي هنا مقاومة ب 8 بسبب اللون الأزرق، وهنا خلي بالك بقى الاتنين مع الأربعة بقوا توالي، يعني مجموعهم 8 او مجموعهم 6، يعني انا ممكن اخليهم مقاومه واحده قيمتها كام؟ قيمتها 6. وادي الفولت السورس بتاعي اللي هو بقى ب 12، تمام. وخلي بالك انا هدفي من المساله ايه؟ انا هدفي المساله ان انا احسب الفي نود اللي هي على 8، يعني انا هدفي ان احسب الفي نود اللي هنا. طيب دلوقتي انا عندي الثلاثه المقاومه 3 مع المقاومه 8 بقوا توازي مع بعض، يعني المحصلة ايه؟ المحصلة ضربهم على جمعهم، يبقى ممكن نقول 3 في 8 على 3 بلس 8، يعني هتساوي 3 في 8 ب24 على 11. فاحنا ممكن نرسم الدايرة بالشكل ده نبسطها اكتر، ممكن اخلي دول كده مع بعض مقاومة واحدة قيمتها 24 على 11، وكده كده البينود هي اللي عليهم، ماشي. وباقي الدايرة ان انا عندي هنا current source وعندي هنا 6 وعندي هنا الفولت السورس، تمام. طيب تعالى كمان نعمل سورس ترانسفورميشن ليه. انا عندي هنا فولت السورس ومقاومه على التوازي التوالي، ممكن نحولهم لايه؟ لكرنت سورس ومقاومه على التوازي، قيمه المقاومه تفضل 6 زي ما هي، وخلي بالك اتجاه الكرنت دايما بيكون نفس اتجاه الفولتج، تمام. قيمه الكرنت سورس كانت بتبقى ايه؟ كانت بتبقى 12 على 6، يعني قيمة الفولت السورس على المقاومة 12 على 6 فيها كام؟
فيها الاتنين، يبقى دي كده هتبقى اتنين ماشي. وعندي هنا مقاومة 6، وعندي بقى بقية الدايرة عادي اللي هو كان ايه، اللي هو كان مقاومة ب 24 على ال11. وعندي هنا current source كانت قيمته، كان current source ده كانت قيمته 4. طيب اصبح برضو طبعا انا كل ده عايز احسب ايه، عايز احسب الفي نود اللي هي هنا. طيب برضو بقى عندي المقاومة دي مع المقاومة دي توازي، فاقدر اجيب المحصلة بتاعتهم يعني ضربهم على جمعهم. اقدر اقول 6 في 24 على ال11 على 6 بلس 24 على ال11. طيب ده لو حسبتها على الآلة هيديك 1.6، يبقى أنا ممكن أرسم برضو الدايرة بالشكل ده، هتبقى مقاومة واحدة واتنين current source، دي مقاومة 1.6، وأدي الـ V node اللي إحنا عايزين نحسبها. وعندي هنا current source باتنين و current source بأربعة. تمام. طيب تعال نعمل بقى كيس اللي عند النقطة دي، هي اسمها V node. نفترض التيارات كلها خارجة منها بالشكل ده، يبقى هنقول KCL at VNode، وبالتالي عندنا التيار ده هيبقى نفسه هو الاتنين أمبير، يبقى اتنين بلس التيار اللي ماشي في الاتجاه ده عكس الأربعة، يعني الأربعة تبقى بالسالب يبقى سالب أربعة، بلس التيار اللي نازل تحت هيبقى قيمته VNode على 1.6، والكلام ده بيساوي صفر. يبقى انا عندي هنا 2 - 4 دي بسالب 2، هتروح بعكس الاشاره ب2، يبقى في نود على 1.6 هتساوي 2، وبالتالي الفي نود هتساوي 2 في 1.6 يعني هتساوي 3.2 فولت. تمام، يبقى دي كده قيمه الفي نود. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنستعمل طريقه السورس ترانسفورميشن باكزامبل اهو. طبعا كان ممكن من الاول احل باي طريقه تانية، يعني انا كنت ممكن استعمل نود الاناليسيس من الاول، عندي هنا نود وعندي هنا نود، كنت هفترض دي مثلا في 1 وفي 2 واعمل كيس الا مره عندي في 1 ومره عندي في 2، بس كانت هتبقى معادلتين في موجلين، فانا بستعمل الطريقه الاسهل ليا. تمام، بس هو هنا فرض عليا طريقه السورس ترانسفورميشن، يعني هو هنا اكبر. تمام كده احنا حلينا اكزامبل 4.6 وعرفنا القوانين بتاع السورس ترانسفورميشن، زي ما قلت بنستخدمها كتير في ماده دوائر 1 ودوائر 2.